السلام عليكم. كي دايره معفه بخير؟ نوضي تشيزي مالك اخويتي؟ السلام، كي دايره؟ لاباس، دايره مع الصحه الحمد لله. ونقول الحمد لله وصافي. شي فينا واحد خويا؟ ها قال لي مشى القهوة. الدار ما فيها حتى واحد. ايه مع جمعتها وحط لي الجاكيطات قال لي صبني وما طلعت السطح. واش باقي شي واحد كيصبن في البانيو بالفراكه؟ واش ما باغاش تقدمي ديك الماكينه؟ علاش هو شاريها؟ عايشك اختي، ما تقوليش لي وكرني، ما نعرفش ليها فيها بطونات وفي هذاك الشيء بصيمات وفيها ما نعرفش بصيمات. كاع الناس تعلم تشلكتي يا المجم، كما بغيتي كاع تحلي دماغك. هابطي نوريك كيفاش كتخدم. ويا ما كذبتيش هاي من ناحيه جماك، انا مجمك حتى في الدوار كانوا يقولوا عليا. ايوا الحمد لله ملي عارفه راسك. شتيتي كل ما كنتي درويشك ولا خويا شحال هذيك ركبك، ولكن زدي قدامي وتعلمي حلي دماغك ولا غيبقى حتى غيجيب عليك المرات تاعك. لا اختي واقفه، لا حنا والدينا باش كبرونا بالفراكه وبالخروق ليك واش ما كان. هضري بشويه الجيران غادي نوليو يتشكاو منك المسخوطه. زيدي هبطي وريني هاد الماكينه اللي ما غتعرفيش ليها. زيدي خليني نكمل اللي غادي غموت عليا. دبر راسك اختي راه هابطه. سيري يا لطيف. لدار هاي قد بيها لدار هاي كنتو قدام تسمع لقال هاي الناس اللي كيعجب المراهنات كاين وانكس بيت. وانكس بيت هي واحد البلاتفورم عالميه ديال المراهنات. ما عليكم غير تمشيو الاول تعليق ولا غتمشيو للديسكريبسيون غادي تلقاو الاول لين غادي تكليكيو عليه. تما غتمشيو دخلوا هاد كود برومو هذا اللي كيبان لكم هنا دابا ديالي، غادي تربحوا 130 دولار وهكا غادي تراهنوا على كل دولار كتحطوه كتربحوا عليه 10 ديال الدولار. بالتوفيق، فرجه ممتعه. جايه تحل الباب من الهضره خاويه. تي مسورتش الباب غيدخل عليك الشفره. كيفاش تكون يا مالك؟ صبحنا على الله وملكة الرحمن. ما قلت لك مسورتش كنت انا تشقى ما سمعتوش وطق بالجد. تما النهار قالت لك انتي كتشقى انتي شي شقه ما كتشقيش ياك بعدا حز مالي راسك دير بحال شي زاويه. فرا كانت حدانا الزاويه ديال اسماعيل تقول لها هذاك الشاب يا ما عرفتش شنو نيتها. باغي تيدي واش تبا باغي تبدلي من الالفاظ ديالك؟ واش تبا باغي تبقاي كيما انتيا؟ صبحنا على الله، الوالده ماتت وتهنات وخلاتك ليا انا بحال ماكر مطلية عليا. ايوا حاشاك مالي وليت الوكيد ديال البهيم وديال البقر. هادي وحده اخرى. هاي 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 ولينا قلت لكم قلت الصل. لا حاشا وزيدوا راه اختك داكشي اللي كملتو لي تايا في السطح اختك جيتي تايا تكملوا لي راه اختك جات. هاي هاي وراك هاد الزيك اللي عندك غنحيدو وغنغسل بيدك برامي نحكم بيه. ايوا حاشاك شعرك يطب. نوريك الحكام كيدير. فين يا اختي؟ سرا في الصالون. في الصالون وجهك عوج دير بحال شي بندير قلالفك بحال العقرب. كيتعاير بحال المرا الشيبانيه بحال دوك العقيصات. تفو بقى يرد الهضره. وهانتي السي محمد راه الماكله في الثلاجه راه خليت لك كلشي. المهم غير سخنها وروحها. يلا واحد 3 ايام ونرجع نجلس مع خويا راني موحشاه. يلا تهلا في راسك. اش كيدير اختي؟ اهلا كيدير شي بخير؟ دار مع الصحيحه. واه زهر عند دوس محمد هذا نخدم في الثلاجه والماكله وتسولي فيه وما تنسيش. وانا شحال عندي من السي محمد راه واحد وساكن القليل. ايوا نتوما عايشه بحياتكم وانا لصقتوني في جلاخه. ايوا مالي انا اللي ملصقه لك اخويا راه كنسمع فيها الغوت ديالها الجيران كلشي ولا يتشكى منها. انا راه صافي حرش معاها، ما بغات تقاد، ما بغات طيب مزيان، ما بغات تلبس مزيان، ما بغات تهضر مزيان، وحتى شي حاجه فيها ما مقاد. فهمتي انا كاع بنات العروبيه مأدبات وزوينات وتبارك الله الحيه والعشمه، وهذه راه عايشه بوحدها، راه عايشه في شي كوري وسادين عليها. ما عرفت اخويا والله ما عرفت. راه كيبان ليا هادشي كديرو هبل تربح لاقياني انا غادي معاوشاد مع الطريق. اما راه كيبان ليا واقيلا غادي ندردبها. ايوا تسعفني اخويا صيفط السمر لدارو من عروبيتو خليها منها للبهيم ومنها للشمشو تحرق يديها وتحرق وجهها خليها تتعلم. انا يا تسعفني واحد صاحبتي راه كتصطى عليك عمي الله يرحمها اللي لصقت لينا هاد الصقعه ديال المون. شوفي اختي انا راه ما عنديش مشكل راه نتبع كلامك ومن غدا الصباح مزوج بهاد الدريه هادي، ولكن راه المشكله هي هاد الزلاخه كيفاش غندير لا تخرجها من الدار، كيفاش غندير لا تغتشك منها. سمعتي
سمعتي لما سمعتي؟ ديري مع شطيحات سمعتي؟ غنوض ليها اليوم غنقشل. اجلس اجلس انا واحد اخويا اخويا انا غادي نوض عندها صافي اجلس ابرد شحال غتبقى تزيد تهرس ليا وتدقدق ليا وي مرعوده مسخطه الوالدين مرعوده يا ربي سيدي يا ربي فاش لصقتيني مصيبه دابا خصني نفور نبيل ونبيل مالك عاوتاني انت ونوض بارك عليك من عز زيد عمر ليا البوطه راه تقادات كان اللي بالك جالس راه ناعس اللي جالس مريح يتكوانا ناعس ما كاش كاين كنتي متكي تفرج في الماتش شباب البوطه وكسكسو راه توفير الاخر غينفر ليا صبحنا على الله تماك ما قلتي لي البارح عمرك البوطه الاخر وخلوا الجبوطاش محطوطين نهزو ونحطو هادي وراه دارت لي الفورات الاولى والثانيه ودابا انت هادشي اللي درتيه وغضبت لك ديري تاع انا غندير معاك الطا وغتحل هذاك البوطه وغضربي على كتافك وغتمشي تعمريا وغادي ولا ما عندي صحيحه ما عندك صحيحات انا اكثر منك دابا هز البوطه انا غنهز البوطه حل البوطه ما نعرفش انت كتعرفي تعرفي تاكلي حل البوطه حل البوطه بقات تحل تقال غادي انت ديال انا غادي نحلها وغتهزيها وغتعمريها وغتجي تفوه صبحنا على الله سير غبر عليا وجهك نحلو نعيطها غبر عليا وجهك وناش وديو خبارنا وحتيتنا انا راه تبغي سري بقى هنايا صافي مال كاش كاين اختي وافا ما نكذبش عليك خوك مالو انا قتلني وطيح لي صحتي انا ايت واش شوفي الدريات بنات اليوم اليوم كلشي شوار الشعر يديروا مينيكور بيديكور وهنايا انا شوفي حالتي يا اختي ما تنهضرش وما تندويش واخا ما تكسري ما تصبطني واني ماشي عيرني لا واه يقول لي هز البوطه على انك تنهز خيمه بويا ودابا تيا كل كنتي كتصنتي لهضرتو وما تعصبيش وما ديريش اللي فقصو ما غاديش يعيرك ولكن اختي نتيا راسك قاصح شوفي انا كي كنتعامل مع السمحه متعاه دايرني فوق راسو من الفوق ماشي بحالك نتيا وخويا شد ليا وقطع ليك لا وا اختي حق جيتي من خوك انا عبت الناس شتي تلطيتي اختي هضري معايا رانا ظلمني بزاف راه ما تبغيش نشكي لربي وربي تايشوف وانا مالي انا علاش كتشكي عليا بركا كنتكوني عطا مع راجلي تدخلي عليا بحال نوضي اختي عطاني تيسه انا راه جايه لدار خويا باش نرتاح ما جايش تكوني كونيكتايشو وانا ما نقول لك والو ونوضي تشيزي نوضي اختي نوضي سيري بعدي مني انا راه ما لايقش لك انا راه جايه ضيفه عند خويا ما جايش نسمع هضرتك ولا شاش ديري انا اللي غنمشي ونخليك لا واه لا واه قلتي هاكي الله يا ربي تشوف من حالك اختي كاع الناس تقدموا تهلكتي يا صافي ما قدوه فيل زادوه فيلة اخويا فين كنتي تشوف اخويا وفين وحلتي راسك انت مالك يصقع ولا مالك خارجه تبدل البوطه ضربت الطوموبيل قطع لك اليد اللي تسمع عند الله مرحبا بها وهذا مكتب وتيتصرف مكتب وفين كان دماغك كره غدا وتشوفي في عباد الله غدا تحنظي في عباد الله البوطه العالم الله كنتي دايره ليها وعينيك فين كانوا كيدوروا اما لحقش الدري وضربك ما كذبتيش يا وافا كان عقلي وبالي شطون والله اللي عانم بيا ايوا بالك العالم الله معامن كرك دايره شي واحد من غير خويا وراد نوب خرجوفك وتا دابا باقي الحال شدي ايدك وجلسي تصنتي لعظامك ما خويا ان شاء الله غادي يسهل علي الله وانا ان شاء الله اللي غادي نكون معاه في الحاره وفي الحلوه خليت لك الراحه سير اختي وافا سيري سدي معاك الباب واللي ما خرج من الدنيا ما خرج منها طيب يا ربي كيف ما شتوني بغيت ربي شتتهم كاملين امر الحق بيا لي حقي ركبو ديرلي حداك ركبو ديرلي حداك ساعة ساعة دور عينيك عليا لا ولكن مشيتها والله يلا مسطيها وانت قلتي لي ما تعرفيش كيفاش عليكم السلام ربي يسهليك الحمد لله تبارك الله ما شاء الله عليكم كجبانه مواتين الله يحفظك اختي كي واحد المثال لقى صحيحته ولقى حبيبته قدامه يحمد الله ويشكر دخلوا دخلوا تذاكروا على داك الشيء اللي كنتو خدامين فيه في الزنقه تذاكروا هنايا وخذوا وقتكم وخذوا راحتكم
وقولي لنا بعدا جاك ماما في زوين ويلا قلت لك دير العين اخي قرر قلت لك ويلي قلت لك دابا الدات الاخرى تحل فما وتسمعنا وخمسه وخميس شافنا عب بحلوكو ما شافتنا منى مشرطت حلوكه ما عرفتش تقول زيد انا غنوجه لكم واحد بريد ديالاتي تبارك الله يا عصافير يا عصافير يا عصافير وموتي تجي بالسير موتي بالفقصه مرحبا بك تاع دابا راه صافي ولا دارك معدي من راح حفك دابا رحنا ولينا واحد دابا شوف باش تعرفي القلوب على بعضها كلشي بنفسجي كلشي مو كلشي مو حنا متفقين سبحان الله عرفتي فيك انت مدرك عليا فيك انت مخبي عليا انت ما كنتيش كتشوف بصراحه هاد العينين هادو خاصهم يتعمى ولا ما شافوش ايوا الله ينجيك يتعمى هذوك اللي ما يحملكش ولا يقبلك يا ربي السلامه شكون جلس حدانا خمسه وخميس شافنا ربي بملوكو ما شافتنا مونا مسلطه حنوكو بالسلامه ما لقيتيش بها صافي بدلتيني غير جوجو فيها نهار الاول تبغيوها وملي تعوقب ما تبقاوش حاملينها محشومه عليكم راني ما حاملتش من النهار الاول ما تغضنيش وما تضيعش لي حياتي هذا غير شي مقديم كتشوفيه مع سيدي نبيل وخرج اجي عليك انت اللي تشفري تبلا ما تشفيتش اختي ما تشفيتش اجي مالك انت ما تعرفوا الرجاله مجوجين تجيو تاخذوهم راه عيب عطيهم ربعه لا 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 واش انت باغا تقاومي وتحاربي مع الشرع ما باغاش الهضره كي دايره وشوفي الصواب وشوفي الاداب تعلمي شويه دابا توريك الدنيا عقلي مديش عليها راه مكويه مسكينه مجروحه يا عديد يا عديد تي جايه دير لينا في تانيب الضمير ماشي ديما بحال ما هكا ترى بحال ما هكا ديما معوق وديما مخرجه عينيها ومخرجه عينيها باش شوفي حليمه خاصنا ان شاء الله ملي نضربوا الكاغط نحيدوها من الدار ان شاء الله ايوا نخليك تواليها تكون هاني اش باغا تشربي عصير ولا اتاي بغيت والو تساعد واش بغيتي ولا انت خليتيني خاصني شي حاجه ياك ما صايبلك شي لويزه باش تهدني وترتاحي مع راسك ولا حسوه ياك هذا الشيء اللي بان ليا وقيله ها لا لا راه ما عندناش حنا السبيطار شاد لنا فياس وليتو متحدين حتى على اللون انا كنت نقول لك لبسه قميص ما تشيلو كيف ما تخلينا تبارك الله ما شاء الله توخميش كيف تريكو دابا يطوال ويعجبك يطوال يطوال من هذاك اللي دلب قطعه ولا من الفم هذا مكتب الله وش يتصرف كتاب الله لسان راه لسانها طويل خاصة واحد الدقة ديال العصاير لسان ماضي والدراع قاضي الدراع راه ما عندهاش عرفت غديري غتجمعي عليا حوايجك وغتغبري عليا وجهك من الدار مابقاش باغي نبقى نشوف كمارتك انا عندي فين نمشي وتعارف حليمة عرفتي انا غنجمع ملاحات مسكينة يديها راك عرفتي غديري غادي نتعازو اللي خسر غادي يجرد الويلة ديالو حول الزنقة يلا يلا في الشيت يلا قطع الى تتيا الودنين ديالك نوضي بلا ما نكملك زيد صاحبي غنحنفك على امك خرج خرج نبيل ساكها هاك هاك قطعت لي يلا سير دابا طلبي زنقة راه غتصور غدبر على راسك سير 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 وصلتني اخويا داك الكومود صافي يلا صافي انا شويه غنهبط عندك شكرا بزاف اتسنى اتسنى واحد شويه 5 دقائق ونكون عندك يلا حليمه حليمه سمعتك داوي هاك عرفت شنو الله شوفي هاد لاكام زعما زوينه وي ناضيه ناضيه على حسابك شي حاجه وي راه عندك شنو هذا شنو هذا غير فاني دي المعده لا راه انا مزوجه وعارفه طلقي 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 ما حشمتيش صافي عرفتي دابا شنو هو ما حشمتيش ما مركتيش تحرمي خويا انايا من الاولاد وعلاش هو اختي مزوج بك لا ما ولدتيش ليه حرمو ما بغيتش نولد وزيدوا مع من غنولد مع خوك اللي عنده صالير غير على قد الحال ما كافيه حتى هو ومالك يا اختي اللي ما تصبريش على خبزتك راه كيقول لك كيجي الدري برزقه
ايوا اختي تيجي هذا الرزق وانا ولد وزيدور انا عارف راسي اش كندير نهار غادي نبغي نولد راه غادي نولد ما غنتسناكش انت تقول عليا ولا هو اللي غادي يقول عليا هادشي هو مخبروش ما فخباروش وملي تولي بغيتي توصلي لي ونقدي وصلي لي شفاش احالي ما حرام عليك تحرمي خويا من الاولاد شوفي انا قبل منك في الزواج وباقي ربي ما سهلش عليا كون نصيب الدراري نولد نشريهم بالفلوس ونخشيهم في كرشي ايوا اختي كل واحد والتفكير ديالو وزيدو لكم بغيت الولد ولقيت معاه من راه غادي نولد من النهار الاول ما غنتسناكش انت تقولها لي دا غير فراسك وشكون قال لا لا نولد ونولي متقله بالولاد وما بقاش يديها فيا ويوليها مني ما دار الخير حتى في مراته الاولى اللي مسكينه كانت معذبه معاه وتغسل ليه في وسخو وما خلاتش ما دارتش عليه باغي يعقل عليا انا وليتي كتعايري في خويا قدامي وانا السبب اللي زوجتك بيه وانا السبب شوف ماكم كتغاوت وكتسمع صوتكم من الصالون حيت ما كاين باس شوف مرتك اللي كتشرب في الفانيد وما باغاش تولد معاك ها هي منك ليها صافي شعلتي العوافي كديري في ظريفه شد الهضره اللي كتقول السيده واش بصح نيت وقفي هضري معايا شش الهضره كاينه ما باغاش نولد معاك وعلاش بالسلامه بزز كاين شي حاجه بزز اشنو خاصك انا اللي ما تولديش معايا انت اللي خاصك بزاف باش انا نولد معاك شنو خاصني انت ساكن غير في الدار غير ديال الوراثه الصالير ديالك على قد الحال دار ديال الوراثه واش معاك شي وارث هنا الدار ديالي انا اختي وزيدون اختي راه عاد راجلها وساكن انا واقف فيها بوحدنا المخير في المغرب ما لاقيش دار اللي يسكن فيها ومراته كيتلاوح من الكره للكره باش جيتي تشرب الفانيد وما تولديش راه واحده على قبل الاولاد صيفطتها ايوا هذيك اللي صيفطتها على قبل الاولاد انا راه ماشي بحالها انا ما بغيتش نولد وما خايفاش منك واللي بغيتي ديرو ديرو هاي 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 هادي حلمة ديال النهار الاول اجي نلبس نفس اللوان ولدوا وليد لبسوا بحالنا سيفشي ايوا السيمانه ديال المشمش سالات اخ لصفى حسابه في نهار زرب الحساب كي اول العشره وي يا سير قالوا قبل منك وما طفروش نتسنى هو تي يقول لي انا نولد طيب انا غنوريك كامل زيد شي جوج حبات انا بعدا خرجت دازت اليوم زوينه ودازت فيك صراحه ربي يخليك انت كل ما كنتيش انت بكل ما عرفتش واش غندير في حياتي بالعكس انت تي ظريفه والله عمرها دار بزاف ديال الحوايج زوينين لقيتهم فك ربي يخليك انت ود الناس انت ود الناس انت لقيتيني وكل ما كنتيش نتايا كل ما عرفت فين انا تبارك الله قال لي في هذه الهضره بركه مالي انا شنو درت ما درت والو قليل ولاد الناس بحالك ياخذوا بنت مقطوعه على يديها ويديروا فيها خير بزاف ديال الحوايج هذه المقطوعه على يدها ما يبقاش مقطوع الا يدها دوز مع واحد السيد صاحبي غندير لك واحد لوبيراسيون ان شاء الله غادي نركب لك ايد اصطناعيه شكرا بزاف يا سيدي عبدو وانا ما عمرني نسيت شي درتي معايا هادشي كامل درتيه على قبلي حتى هي بصح ود الناس وغنبقى نقولها واشوف اي حاجه درتها الا راه مفروض عليا نديرها بالاخص دابا انت راك مراتي وانا راجلك يعني اي حاجه راه خاصها نديرها مفروض عليا ما كذبش عليك عبدو من نهار طلقت سدوا البيبان في وجهي ولكن ربي فاجئ عليا بالي شكون صديق شكون الحبيب شكون اللي ما صادقش في حياته معايا ربي كبير سلطني وما كيسد باب شوفي الله سبحانه وتعالى ما كيسد باب حتى كيحل لك ابواب الحمد لله سمع سمعنا البيبان شي واحد كيصوني اخليك انا اللي غنوض لا انا غادي نوض نحل الباب خليك الله يلا ظريفه بعد راجلها اللي طلق منها ما عرفتش علاش طلق منها ملي نقول احلامي صافي غتبدا بيا الدور الهموم تاني ويا ما يا ما يا ما واجهت المر واش نقول علاش مونا مونا انا جيت عندك وكنطلب منك السماح على كاع داكشي اللي درت لك مونا علاش جاي انا عرفتش كنت زوجتي يا مونا اسمعيني مولا انا عرفتك زوجتي والله يسهل لك انا مولا مقديش نعيش حياتي بخير على خير اسمعيني مولا انا بقى كيجيني للنعاس الاول وحالي ما سمحت فيا ومشيت عرفتك بلي انت كنتي بنت الناس ما تعرفكش انا بغيت نطلب منك السماح بغيت نطلب منك السماح ما بغيت حتى شي حاجه اخرى انت كذاب ودمرتي لي حياتي كل ما لقيت ود الناس كل ناوحه في الزنقه مولا تنعرفكش انا من هنا شهر غتقطع لي رجلي تقطع لك رجلي ثاني يا مولا ما رحمكش عارف راسي في العمليه واش غنسلك ولا ما نسلك بغيت نمشي عند ربي وانا ما حيتاش انت اللي سمعتي فيها النهار الاول كنت وقفتي معاها وانا دابا هي واقفه معاك خاصك تعرف اخويا
غادي نعرف الجزاء ديالك راك خديتي. انا خديت الجزاء ديالي ما بغيتش منها والو. انا كنقول لها الله يسهل عليك في حياتك. انا بغيت نطلب منها غير السماح. خرج برا غتشرب من نفس الكاس اللي شربت منه انا. ما نعقلش عليك. بسم الله غفور الرحيم. ما رحمتينيش. الا الله غفور الرحيم. باش انتوما ما ترحموش حنا نرحموهاش. علاش؟ صافي راه مسامح كان مسامح كان غير سمح لك غير سير خويا. خاصني نسمعها من فمه. صافي قول لها سمعت لي. الله تيسمح. سير ود الناس الله يسهل لك. انا بديت حياتي. يلاه سير الله يسهل. مني ولا منك يا ليام قولي ليا صهري قليل ولا انت عليا خبيتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف على رجليا تجيني ضربة منك بها ظهري تقسميه